طيب خلينا نتكلم عن التعليم والصحة. وسوهاج الحقيقة بتعاني من معاناة شديدة من التصرف في التعليم، من نقص الإمكانيات في المدارس، من ازدحام الفصول، وكذلك الحال بالنسبة للخدمات الصحية. في عديد من الوحدات الصحية مش مكتملة، في مشاكل متعلقة بالعلاج على نفقة الدولة وغير ده. كيف يتم التعامل مع هذه الأزمات؟ طيب احنا هنقول حاجه، في الفتره اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت احنا فتحنا 45 مدرسه جديده، السنه دي بنتكلم في 115 مدرسه جديده، بالاضافه الى اكثر من 200 مدرسه اعاده صيانه مره ثانيه. التعليم هنا دلوقتي في سوهاج، انت حضرتك بتقول بتسرب، ولكن ده برضه مرتبط الى حد ما بالخصائص السكانيه. محافظه سوهاج للاسف هي محافظه ريفيه، هي نموذج للمحافظه الريفيه، بمعنى ان انا عندي سكان الحضر لا يتجاوز 23% من عدد سكان المحافظه، 77% من سكان هذه المحافظه ريفيه. يمكن لو ضربنا مثل زي مركز دار السلام، عدد سكانه يفوق 450,000 نسمه، منهم اللي موجود في مدينه دار السلام ما يوصلش 40,000، نتكلم في 33,000 ونص تقريبا، يعني ما يوصلش الرقم ل 10% من عدد السكان، و 90% من الريف او ريفي. وبالتالي برضه بالخصائص بتاعته بمشاكله، قد يكون تسرب من التعليم لاحد الخصائص فيه. الخصائص السكانيه بشكل عام، يعني احنا كنا بنعاني هنا او ما زلنا بنعاني، ولكن الوضع في تحسن. مشكله تسرب من التعليم، مشكله زواج القاصرات، تنظيم الاسره، معدلات الانجاب هنا مرتفعه جدا. يمكن ده برضه جزء يا ريت نتكلم عنه، على المبادرات اللي تمت في هذا الاتجاه. فكان التسرب من التعليم ناتج للاثنين، ناتج لسوء الخدمه التعليميه اللي بتتقدم، بالاضافه الى الخصائص اصلا بتاعه السكان هنا. وبالتالي كان لازم يبقى في شغل كويس على هذا الموضوع. عدد المدارس اللي بتفتح في سوهاج دلوقتي عدد غير مسبوق. اعتقد ان انا بالتنسيق مع الابنية التعليمية بقول ان احنا كنا بنينا 10 مدارس في سنة، فكان ده بيعتبر رقم غير مسبوق. انا السنة دي بتكلم عن 115 مدرسة تم استلامهم بالفعل، اللي تم استلامه، انا مش هتكلم لسه على ما هو جاري العمل فيه. 115 مدرسة تم استلامهم، 27 انشاء جديد والباقي تطوير شامل. برضه عشان اقول تطوير شامل يعني انا ما عملتش فيها صيانه، لا، ده احنا هديناها وبنيناها من جديد. ال 47 اللي بتتكلم عن انشاء جديد، المدرسه مش موجوده، وفرنا لها ارض، عملنا لها رقم تعريفي جديد، اتبنت مدرسه في مكان جديد خالص بنغزوه اول مره. ولكن التطوير الشامل، لا، دي مدرسه ولكن غير صالحه بالمره. يمكن احد المشاكل اللي قابلناها هنا في التعليم برضه حته المدارس المؤجره. المدارس قديمه جدا بشكل غير عادي، مدارس مؤجره هي ما بنيتش كمدرسه، لم تبنى من الاساس كمدرسه، هي كانت بيت، كانت بيت كبير، كانت منشاه ما، وتم استئجارها من ملاكها واتعملت مدرسه، وبالتالي ما بتلبيش الاحتياجات. اعتقد ده الملف ده بنخلصه جزء جزء دلوقتي، ان احنا بنتغلب على هذه المشكله. اذا كانت الارض بالتفاهم مع المالك هيبيعها لنا، بتتهدم المدرسه بالكامل وتبني، اذا ما قدرناش نشتريها منه بنشوف مكان بديل وبتبني مدرسه جديده، ولكن وفقا لاسس بقى جديده بشكل جديد محترم. يعني يمكن كنت قريب في جرجاو بزور احد المدارس الخاصه في افتتاحها، قلت اشوف، بس عايز اقارن. يمكن اول كلمه قلتها لصاحب المدرسه، لا، مدرستنا افضل منك كتير، يعني وده حقيقه. واعتقد ان احنا بنتكلم اللي يسمعنا اهل سوهاج هم شايفين، وبالتالي لا يمكن تجميل الحقائق ولا تزويقها. لا، هو فعلا المدرسه الحكوميه دلوقتي تتفوق على كثير من المدارس الخاصه اللي موجوده دلوقتي، سواء في انشاءاتها، في ملعبها، في المعامل بتاعتها، في القاعات التدريس فيها، بالتجهيزات بتاعتها. لا، ما شاء الله دلوقتي. وبالتالي مساله التعليم في سوهاج واخده طريقها ان شاء الله للحل تدريجيا، ولكن بخطوات واسعه جدا. مش هنقول تدريجي على خطه طويله الاجل قوي، لا لا لا، هي متوسطه الاجل وقد تكون قصيره الاجل كمان. الموضوع الصحه، موضوع الصحه موضوع في سوهاج شائك بشكل غير عادي، ودي كانت الشكوى الاساسيه اللي بيصرخ منها اهل سوهاج كلهم. مش هقدر اقول ان احنا حليناها، ولكن في الطريق الى الحل. برضه احنا عندنا في سوهاج 3 مستشفيات عامه، 9 مستشفيات مركزيه، 9 ده اللي تابع للصحه يعني، و9 مستشفيات تخصصيه ما بين الرمض وبين الحميه، كلهم 21 مستشفى، بالاضافه بقى الى معهد القلب، الى المستشفى العسكري، الى مستشفى الاورام، ومستشفى الصحه النفسيه. بيتكلم في 21 مستشفى تابعة لمديرية الصحة، بالإضافة لمستشفيات 2 مستشفى جامعي. عدد المستشفيات دي قد يكون نظريا كافي، ولكن هو ما بيقدرش يقدم الخدمة بشكلها لأنها متهالكة تماما. اللي حصل، أنا في حياة كريمة داخل عندي
أربع مستشفيات دي إنشاء جديد تماماً. ست مستشفيات دول هنبدأ فيهم عملية إحلال وتجديد كامل، يعني هد وبنى في مكانها، بالإضافة إلى تطوير مستشفى سوهاج العام. إحنا لما بدأنا في المستشفيات دي هتقول لي طب 21 مستشفى بدأت فيهم كله، بدأت في 11 مستشفى مرة واحدة إحلال وتجديد وبنى جديد. معلش، إحنا حاولنا بقدر الإمكان إن إحنا في الفترة بتاعة الشغل فيها إن إحنا نوفر بدائل. لازم تقديم الخدمة الطبية، متلقي الخدمة الطبية لازم يلاقي بديل في أثناء عملية الإنشاء، ولكن عملية الإنشاء بتمشي بوتيرة سريعة جدا. أعتقد إن إحنا إن شاء الله هتبقى أول محافظة في مصر كبيرة بتدخل منظومة التأمين الصحي الشامل. يمكن التأمين الصحي الشامل لما بدأ في المحافظات الصغيرة عشان نشوف نقيس التجربة. أول محافظة إحنا طبعاً ما عرفناش محافظة سوهاج إن فيها أكثر من 5.5 مليون نسمة حالياً، يبقى دي أول محافظة كبيرة داخلة إن شاء الله. مشروعات الصحة اللي بتتعمل في حياة كريمة 221 مشروع. أتمنى إن إحنا نصور أو نشوف نوري الناس الوحدة الصحية يعني إيه وحدة صحية وفقاً لبرنامج حياة كريمة. بنتكلم دلوقتي على تنميط الوحدة الصحية، نموذج واضح ومحدد ولا يمكن التغيير فيه، نموذج يتوافق مع المعايير الدولية، يتوافق مع معايير التأمين الصحي الشامل. يمكن احنا احد المشاكل اللي بتواجهنا علشان الاقي مكان اعمل عليه وحدة صحية، انت بتقول لي الوحدة الصحية محتاجة قطعة ارض 37 متر في 42 متر، طب خلاص انا وفرت لك قطعة ارض 35 في 45 غير صالحة. انا يعني الرسم موحد على مستوى مصر كلها وحدة صحية تلبي احتياجات القرية بأكثر مما تحتاج كمان، بالإضافة للمستشفيات العامة اللي بيعاد تطويرها كلها. احنا بنتكلم على 11 مستشفى بيعاد تطويرها من الأول جديد خالص. نفسي إن شاء الله يعني لو شفت هذه المستشفيات، حتى في حاجات منها وصلت دلوقتي 95%، انت حضرتك لو دخلتها لن تجد مستشفى خاص في القاهرة بهذا المستوى. وانا يعني انا عارف انا لما بتكلم انا عارف انا بقول ايه، لن تجد مستشفى خاص في القاهره بيبس المستشفيات العامه اللي بتبني جديده، سواء من البنى او التجهيزات اللي موجوده او الكهروميكانيكال بتاعها، كل ما يمكن ان تتصوره ان شاء الله يبقى موجود. اذا انا في انتظار طفره كبيره في القطاع الصحي في سوهاج باذن الله، ولكن في القريب العاجل. احنا عمالين بنقول نسب التنفيذ عندنا في حاجات 95%، في حاجات 80%، في حاجات 85%، في حاجات اقل شويه، ولكن الكل عارف مدى الحاجه الصحيه للمحافظة سوهاج، وشغالين بشكل كويس. اعتقد ان كنا في جلسه قريب في مجلس النواب كان مع لجنه الصحه والساده النواب سوهاج كلهم كانوا موجودين، بالاضافه طبعا للسيد الوزير خالد عبد الغفار، بحل هذه المشكلة والإسراع بوتيرة البنى والانتهاء من القطاع الصحي بإذن الله.